بسم الله الرحمن الرحيم، إخوان والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي يكون واحد تعليق بسيط على إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسا الجمهورية ديال فرنسا من جديد، والانعكاسات ديال انتخاب ماكرون لا على الساحة الداخلية في فرنسا ولا على الدول اللي عندها علاقة بفرنسا، خصوصا المغرب وشمال افريقيا، المغرب الجزائر تونس. حنا نحاول ما امكن نشيره فقط على المغرب وحتى على الصعيد الدولي. فرنسا كيف كتعرفوا بانه دولة كتعتبر من الدول العظمى وعندها حق النقد في مجلس الامن، وهي من دول الحلفاء اللي انتصرت عقب الحرب العالمية الثانية. وفرنسا كتعتبر إحدى الإمبراطوريات اللي لعبت أدوار على المسرح الدولي خصوصا في أوروبا. كانت مملكة أو لا إلا بغينا نقول الإمبراطورية الفرنسية، وكان في تنافس دائم مع الإمبراطورية البريطانية ومع الإمبراطورية الروسية، وكذلك مع الإمبراطورية الألمانية وإمبراطوريات أخرى. فرنسا نظام الحكم ديالها كان دائما ملكي منذ إنشاء أول مملكة حوالي 900 وشي حاجة، يعني في أواخر القرن العاشر الميلادي. وفرنسا الأصل الاسم ديالها هو من الفرانكس، وهاد الفرانكس هذا واحد العرق متفرع على الشعوب الجرمانية. وفرنسا كان البلد ديالها كان الاسم ديالو بلاد الغال. تكونت الملامح ديالها في تقريبا حوالي 1000 سنة أو للقرن العاشر الميلادي. القرن العاشر الميلادي البلاد اللي هي فيه فرنسا كانت تسمى بلاد الغال، وكانوا استوطنوا فيه هذا العرق الفرانكس. هذا العرق الفرانكس كان واحد العرق شوية من دوك الأرستقراطيين، وعليها تسمت البلد اللي هما فيه تسموا فرنسا. هذا هو الاصل ديال فرنسا. فرنسا دائما في يعني في 1000 سنه الاخيره كانت دائما بصراع تقليدي كلاسيكي ما بين فرنسا وبريطانيا، وكانت دامت واحد الحرب اللي سميتها حرب المئة عام مع بريطانيا، وعندها كذلك واحد المجموعه ديال الحروب مع روسيا، العداء مع روسيا كذلك مع المانيا. اذا هذا هو النظام الحكم. كيف قلنا فرنسا النظام ملكي، غادي يبقى النظام ملكي الى حدود 1789 اللي غادا تدار فيه الثوره الفرنسيه. الثوره الفرنسيه غادا تظهر فرنسا، وغادا تكون فرنسا هي اول بلد كيتم الاطاحه بالنظام الملكي، وكيتم تبني العلمانيه وابعاد الكنيسه على الدين، واول بلد غادي يكون فيها الدستور مكتوب. والموقع ديال فرنسا وداك الحدث ديال الثوره الفرنسيه هو اللي غادي ياثر لاحقا على المستوى العالمي. هذا باختصار شويه على فرنسا. ارا نشوفوا الانعكاسات ديال انتخاب ماكرون على الساحه الداخليه لفرنسا، وعنده علاقه حتى بالمغرب طبعا، وعنده علاقه بالمغاربه. فرنسا منذ الفتره ديال جاك شيراك يعني في الثمانينات بدا كيظهر عندها واحد المشكل كبير مع الاسلام، وبالدرجه الاخص مع الحجاب. كان بدا هذا المشكل كيظهر ديال فرنسا. فكيف كتعرفوا بانه فرنسا بلد تبنى العلمانيه، وكيفاش غادي يوقع هذا الاحتكاك بالاسلام بالحجاب الى غير ذلك؟ غادي يوقع عن طريق انه فرنسا من بعد الاطاحه بالنظام الملكي 1779 دازت فرنسا بواحد الفترة حرجة، وكان ديك الساعة أوروبا كلها فيها ملكيات. هاد الملكيات كلها كانت حاصرت فرنسا، وقادت واحد المجموعة ديال الحروب من أجل إعادة الملكية فرنسا. هاد الحروب هادي كانوا قادوها مجموعة الملكيات، منها الملكية البريطانية وملكيات أخرى هولندا إلى غير ذلك، كلهم كانوا حاصروا فرنسا وحاولوا ما أمكن يطيحوا الثورة الفرنسية ويرجعوا النظام الملكي. ف
ففرنسا من بعد ما دارت واحد الدستور دوزت واحد مجموعة ديال السنوات في الطراد، هاد السنوات كتسمى في فرنسا بالعهد ديال الإرهاب. شنو العهد ديال الإرهاب؟ هو أنه دوك الثوريين في فرنسا ملي طاحوا بلويس السادس عشر وبعدوا الكنيسة وتبنوا العلمانية وتبنوا الدستور، أنا ديك العناصر الثورية الكبيرة دخلت في واحد المرحلة دموية، بحيث أنه تشنت واحد الحرب شعواء على كل الأفراد اللي عندهم علاقة بالنظام الملكي السابق أو يشك في ولائهم للنظام الجديد، وكانت تشنت واحد الحملة ديال الإعدامات. طبعا الأعداد الرسمية كتقول حوالي من 20 حتى 30 ألف، وكان انتشرت عبر مجموعة التراب الفرنسي واحد الحملة ديال الإعدامات وتشهرت فيها المقصلة. من بعد هذه المرحلة هذه كان جا نابليون بونابارت. نابليون بونابارت هو اللي كان رجع لفرنسا التماسك ديالها وعطاها القوة، والباب الوحيد اللي كان عنده باش يتخلص من الحصار ديال الملكيات اللي في أوروبا، كان عنده الباب الوحيد هو أنه يقلب على واجهة خارجية باش تكون متنفس لفرنسا. في هذا الإطار هذه في 1830 نابليون بونابارت غادي يشن الحملة على الجزائر، ثم من الجزائر انتم كتعرفوا ما بقي، بقات ديك الضغوط الى غير ذلك، ثم من بعد من الجزائر نحو تونس، ثم نحو المغرب، ثم نحو الدول ديال افريقيا. اذا هاد التحرك الاستعماري ديال فرنسا هو اللي خلاها مع في علاقه دائمه مع المستعمرات ديالها. الوجود ديال الاسلام غادي يزيد يتعزز بالضبط ما بين البدايه ديال الاستعمار حتى نهايه الحرب العالميه الثانيه. ففرنسا في الحرب العالمية الأولى وفي الحرب العالمية الثانية كانت كتتاخد الجنود ديالها من المغرب والجزائر وتونس باش كيحاربوا معاها في الحرب العالمية ضد، في المرحلة الأولى الحرب العالمية الأولى، وفي الحرب العالمية الثانية ضد النازية ضد هتلر. إذا هذوك المجموعة ديال الجنود اللي مشاو منذ بداية القرن العشرين وإلى غاية سنة 45، هادوك الجنود هادو خلاو الوجود ديالهم الأولي. الموجة الثانية اللي غادا تكون أكثر هي من بعد ما هاد الشعوب ديال المغرب الجزائر تونس خداو الاستقلال ديالهم، فرنسا وأوروبا كاملة كانت محتاجة باش دير البنية التحتية. كيف كتعرفوا بأنه أوروبا بدات كتبني البنية التحتية ديالها من جديد من بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. إذا هاد اليد العاملة كلها كانت كتمشي لفرنسا. إذا من هنا جاء التعزيز ديال الوجود الإسلامي في فرنسا على فترات، وأشدها هو المرحلة ديال الستينات، ثم ديك الأجيال خلفت خلفت إلى غير ذلك. في الأخير غادي يكون عند فرنسا واحد الحصيلة اللي هي ديال تقريبا 4.5 مليون من الجالية المسلمة اللي كاينة في فرنسا، تقريبا الثلث ديالهم من أصول مغربية، حوالي 1.5 مليون، هذا التقدير. الإحصائيات الرسمية لحد الساعة ما كاينش، ولكن 4.5 مليون هو العدد اللي كيشير ليه الموقع ويكيبيديا الرسمي اللي غادي نجبروه على جوجل. إذا هنا هذا العدد ديال 4.5 مليون ولا واحد الضغط كبير على فرنسا. هنا في السنوات أو في العقود القليلة الماضية هذا الوجود هذا بدأ واحد العامل ديال عامل قلق، وبما أنه فرنسا كتسلك العلمانية فهنا العلمانية اللي غادي تظهر فرنسا ما غادي تبقى ديك العلمانية اللي كتوقف على الحياد أنها كتضمن للجميع أنهم يتعبدوا كيف ما بغاو، ولكن غادي تظهر واحد العلمانية اللي هي إلا بغينا نقولوا كتفرض او لك تحارب. هنا غادي نكون وصلنا لصلب الموضوع اللي كاين في فرنسا. ففرنسا كما هو معروف معروفه بهذا المشكل ديال انها كتعتبر في اوروبا من اكثر الدول صرامه في التعامل مع الجاليه المسلمه ومع الاسلام ومع المظاهر ديال التدين ومع المظاهر ديال الحجاب. ومؤخرا هذه النزعه هذه تزادت حتى ولا الهاجس اللي كاينه هو ما يسمى الاسلاموفوبيا في بعض الحالات، وليس يعني دائما. اللي تلاحظ خلال السنوات الاخيره وهو انه
تزادت هذه المظاهر ديال العداء للإسلام والمسلمين في فرنسا، ولات فرنسا انتقلت لواحد المرحلة ديال ما بقاش داك الحياد نهائيا اللي كنقولوا للعلمانية، ولكن ولا إعلان صراحة بأنه السياسة الداخلية خصها تقصد الجانب ديال الإسلام والجانب ديال المسلمين. فرنسا أصلا كيف كنعرفوا تاريخيا عندها واحد التاريخ مع العالم الإسلامي ومع الدول الإسلامية، فيكفي مثلا أنه نشيروا بأنه أكبر عدد ديال الجنود اللي كانوا كيتوجهوا في الحملات الصليبية كان هذو الأغلبية ديالهم من فرنسا في الأصل، كما أنه كتحتفظ الذاكرة الفرنسية بأحد الملوك مثلا لويس التاسع اللي كان تم الاعتقال ديالو في مصر في المنصورة حتى كان خلص واحد الدية باهظة الثمن. إذا التاريخ ديال فرنسا هادشي كله حاضر عندها في الذهن ديالها، بالإضافة لعدد ديال المسلمين اللي ولا كيتزايد. إذا هذا ماكرون هذا من اللي جا، فما هو جا إلا باش يكمل الخطة اللي كان غادي فيها خلال 5 سنوات الماضية، وباش ماكرون أنه تسلك له الطريق بالوسائل اللي كنعرفوا، الوسائل ما كنعرفوش الدولة العميقة في فرنسا. فهنا غادي يتم أنه ماكرون غادي يجبر راسو في الحلبة إلى جوار مارين لوبان، هذيك متطرفة أكثر وأكثر، بمعنى أنه الساحة السياسية ولات اش كتقول يا إما تمشيو مع ماكرون وإما الجحيم والفوضى، مجسدا في مارين لوبان هذيك جد متشددة، وكتقولها صراحة بأنه المسلمين والأقليات الإفريقية، يعني خطاب عنصري كيقول بأن هاد الجوج مخصهمش يبقاو في فرنسا. ماكرون ما كيعنيش بأنه كان كيدافع على شي حد، لا، وإنما فقط كيقول بأنه أنا هادوك الأهداف غادي نحققهم، ولكن بالضبط فقط. أما هو الهدف العام، الهدف العام هو اللي غدا في هذه الأمور. إذا اللي بغيت نقول أنا بأنه باش ما ندخلوش في تفاصيل إلى غير ذلك، هو أنه المرحلة المقبلة غادي يكون فيها يعني واحد المزيد من المعاناة للأقليات المسلمة، يعني الوجود الإسلامي في فرنسا، علما أن هذا الوجود الإسلامي اللي في فرنسا اللي كنشوفوا دابا مثلا هذه الخطابات المتصاعدة ديال العنصرية وديال التحريض إلى غير ذلك، المسلمين في فرنسا ما عمرهم مشاو مثلا لاجئين أو إلى غير ذلك، لا، الجدود الأجداد ديالهم مشاو مكافحين ومجاهدين ومنقذين للشعب الفرنسي ومنقذين لأوروبا الحرة، مشاو في الحرب العالمية الثانية كيجاهدوا المصلحة ديال فرنسا، ومشاو في الحرب العالمية الثانية كيجاهدوا لمصلحة فرنسا وتوفاو تما وخلفوا أجيال، وديك الأجيال بدات كتكاثر. كما أنه في الستينات، يعني في سنوات الستينات ملي كانت البنية التحتية كتبنى فرنسا، فاللي كانوا هاجروا اللي كانوا هاجروا فساهموا في البناء ديال فرنسا. حاليا هذيك الجموع كلها اللي موجودة في فرنسا من الأصول مغربية أو جزائرية أو تونسية مسلمة بجميع الحالات، هادو كلهم اللي موجودين في الشعب الفرنسي خصهم يعرفوا بأن الوجود ديالهم راه وجود ديال أناس كيبنيو فرنسا، وبأنهم جزء من فرنسا وكيساهموا في تمويل الخزينة الفرنسية وكيساهموا في بناية الدولة الفرنسية. يعني ماشي وجود مثلا غير عافي أو لا لاجئين أو لا مثلا حتى فرنسا كبرات ولات متقدمة عاد مشاو، لا، هادو راهم ساهموا في فرنسا من اللي كانت مستعمرة وعيشوا جميع المراحل ديال البناء والتشييد الدولة الفرنسية والقوة الفرنسية والدول ديال هاد الجاليات المسلمة كاملة. لو كان أنه هاد الدول خاصها بهاد المنطق خاصها تتعامل مع الحكومة الفرنسية، لأن هادوك الناس اللي موجودين في فرنسا فهادوك راهم بنات، يعني كيبنيو الوجود ديالهم بأنه وجود إيجابي، وبأن هذه الخطابات العنصرية وهذه الخطابات ديال مثلا الكراهية أو التحريض أو إلى غير ذلك فهي خطابات لا معنى لها. إذا ننتقلوا للمرحلة الثانية باش نشوفوا الانعكاسات ديال ماكرون على الساحة اللي بغينا نقولوا الدولية. حاليا كيف كتعرفوا بأنه الساحة الدولية معروفة بالحرب الروسية الأوكرانية، هذه كنعرفوها. هاد الحرب الروسية الأوكرانية اللي في الأول كانوا بزاف الناس كيقولوا ربما بأنها دايزة، تبين بأنها ما دايزاش وغادا لواحد المزيد ديال التأخير، وبأن الأمور ما غاداش يتفك في واحد الوقت قريب.
في الأول كان الاعتقاد بأنه روسيا غدا تحسم المعارك في أوكرانيا خلال أسبوع، ولكن من بعد طارت الأمور حتى وصلنا لشهر، حتى وصلنا للخسائر جسيمة كيتكبدها الجيش الروسي في روسيا. غدا تسالي شهرين غادي نتفاجئوا الأحداث كيفاش كتطور في واحد جوج نواحي. جوج المسائل اللي ظهروا من بعد شهرين ديال الحرب الروسية الأوكرانية، أولا أنه أوكرانيا ولات عندها المبادرة، هي كتكبد الاقتصاد الروسي وهي كتكبد الجيش الروسي خسائر داخل العقر الدار ديال روسيا. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني هو الأهم اللي غادي تفرز من بعد شهرين ديال الحرب الروسية الأوكرانية، وراه عنده علاقة بفرنسا. الجزء الثاني هو أنه تبين بأنه الدول الأوروبية المتحالفة مع الولايات المتحدة الأمريكية ضد روسيا، تبين بأنه الدول الأوروبية التحالف ديالها هو على مضض، وتبين بأنه تم يعني اكتشاف، إلا بغينا نقولوا فضيحة اللي صدمت العالم، وهو أنه فرنسا وألمانيا كانتا تساعدان الجيش الروسي في الخفاء، كتساعدهم بالتسليح الجيش الروسي. كيفاش كتساعدهم؟ ماشي مباشرة، هما قالوا بأنه يعني الإعلام البريطاني هو اللي اكتشف بين قوسين هذه الفضيحة. عقود سابقة كانت مع روسيا ما بين فرنسا وألمانيا وروسيا، هذه العقود السابقة تم الاستمرار ديالها، بمعنى أنه كانت مبرومة أصلا الأسلحة خاصها تدوز لروسيا من هاد جوج دول، والأمور يعني استمرت. ولكن الغريب في الأمر هو أنه هاد الدول دافعوا على ريوسهم، وتبين بأنه الموقف ديالهم ماشي على طول مع الولايات المتحدة الأمريكية. لاحقا غادي تبين بأنه هنالك حنين للدول ديال أوروبا الكبيرة اللي تضررات من التدخل الأمريكي في الحرب العالمية الثانية، غادي يظهر بأنه كاين واحد الحنين للماضي، والدول غادي تعترف بأنه الحروب اللي اندمجت فيها في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية اللي استنزفت القوى ديالها، بداو كيبانوا حتى التحليلات ديال المفكرين اللي كاينة دابا حاليا فرنسا والمحللين، بداو كيقولوا بأنه الولايات المتحدة الأمريكية استفدت من ديك السياسة ديال إنهاك القوى، بحيث كيف كتعرفوا بأنه الحرب العالمية الأولى والثانية الطريقة باش تمات هو أنه جميع القوى، دولة كتضرب دولة، دولة كتهلك دولة، دولة كتنهك دولة، وفي الآخر غادي يتفاجأ العالم الأوروبي والدول الأوروبية بأنه من بعد الحرب العالمية الثانية المستفيد الوحيد اللي طلع هو الولايات المتحدة الأمريكية، وتم ديك السياسة اللي فايت اللي تكلمت عليها دائما الولايات المتحدة الأمريكية كتكرر، أنها كتخسر شي قارة كيف ما بغات تكون، كتدخل الشعوب ديالها والدول في واحد مجموعة ديال الحروب بينية، وكتأجل الحل حتى كتنهك جميع القوى آنذاك كتستافد. ففي القرن 19 كيف كتعرفوا جوج الإمبراطوريات اللي كانوا أقوياء على الصعيد الأوروبي، كانت الإمبراطورية الفرنسية وكانت الإمبراطورية البريطانية، هادو كانوا أقوياء، بالإضافة للإمبراطورية الألمانية، هادو كانوا أقوياء، يعني كانت كتسمى الإمبراطورية الروم المقدسة، كانت فيها ألمانيا هنغاريا والنمسا. هذه في القرن 19. ملي دخلنا للقرن العشرين غادي يخلق واحد الواقع جديد، وهو أنه فرنسا وبريطانيا غادي يتنهكوا، غادي يهبطوا لتحت، بالمقابل غادي تطلع الولايات المتحدة الأمريكية هي البلد الأقوى. إذا حاليا مطروح هذا النقاش في أوروبا، وحاليا من الدول اللي بدات كتزعم هذه الظاهره ديال الخروج من البوتقه الامريكيه والحنين الى الماضي وعدم التورط في الاخطاء ديال الماضي، كاين المانيا وكاين فرنسا، وهذا هو اللي كيفسر انه في البدايه ديال الحرب الروسيه الاوكرانيه الحماس الزائد اللي كان عند بريطانيا انها خسر الدكدك وطحن روسيا، بينما كان واحد شويه ديال التضعضع من طرف الرئيس ديال فرنسا ماكرون وكذلك من طرف ألمانيا. وبزاف الناس كانوا كيسولوا ما حقيقة التصرفات، لأنها كانت المواقف متذبذبة ديال هاد الدول. لاحقا غادي يظهر
بأنه راه هذا التحالف اللي قايده الولايات المتحدة الأمريكية مع الدول الأوروبية راه تحالف ظاهري وسطحي، ولكنه كيخفي واحد الرغبة ديال جميع طرف أنه جا الوقت أننا خصنا نتفكوا. هذه السياسة ديال ضرب هذا بهاك بذاك وإنهاك جميع القوى، ثم من مورها عاد كتطلع الولايات المتحدة الأمريكية، راني فايت اللي فسرتها بفيديوهات سابقة غادي نجبروها. هاد السياسة ديال الإنهاك ديال الدول والطريقة ديال الولايات المتحدة الأمريكية كيفاش كتربح الحروب والمعارك الكبرى. ففي الحرب العالمية الأولى الولايات المتحدة الأمريكية ما شاركتش بالقوة ديالها، ولكن من بعيد خلات الأطراف كيهلكوا ريوسهم. في الحرب العالمية الثانية كذلك ما شاركتش الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن كانت كتمول وكتمول جميع الأطراف بغضب بالهدف ديال إضعاف الجميع. وحتى غدا تقريبا الحرب يعني الجميع غادي يتهلك، عاد غادي تدخل الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق القنبلتين النوويتين ديال ناغازاكي وهيروشيما، وغادي تطلع هي البلد المنتصر. وباش تعرفوا بانه الدول الاوروبيه ادت الثمن غالي وبانها دابا كيتندم مع الحال، هو مثلا شوفوا غير الاستعمار كيفاش كان قبل الحرب العالميه الثانيه وكيفاش ولا من بعد الحرب العالميه الثانيه. فالدول الاستعماريه ملي كانت كتمدد النفوذ ديالها يعني في الدول، نعطيو غير مثال مثلا فرنسا، فرنسا ملي كانت ديك الساعات كتبني الوجود ديالها الاستعماري، المغرب، الجزائر، تونس، ثم من بعد غادا توغل في الدول ديال افريقيا جنوب الصحراء. البنيه التحتيه اللي كانت كديرها فرنسا كانت كدير واحد البنيه على اساس ما عمرها غادا تخرج، وكان اصلا كانت اعتبرت الجزائر بانها مقاطعه تابعه ليها، وكانت البنيه التحتيه اللي كتبنى اللي بناتها فرنسا، وكيمكن لينا هذه نعرفوها غير من خلال المعاينه، كانت كدير واحد البنيه التحتيه على اساس انها ما عمرها غادا تخرج. نفس الامر كان بالنسبه لبريطانيا، نفس الامر كان بالنسبه للعديد ديال الدول. ولكن من بعد نهايه الحرب العالميه الثانيه في 1945 غادي نشوفوا بان الولايات المتحده الامريكيه ضغطات على هذه الدول الكبرى انها تخفف من الوجود ديالها. هنا غادي تجي ديك الشكل الجديد ديال الاستعمار، بحيث انه الدول الاوروبيه ما بقاتش قادره على ذاك التواجد الكامل في كل بلد على حده. فهنا بداو كترحل الدول الاستعماريه وكتخلف نخب اللي هي مرتبطه بها، يعني تنقص داك الجهد ديالهم. بالمقابل غادي نشوفوا بانه الوجود الامريكي ولا كيتقوى، والدليل مثلا كيف كتذكروا داك الانزال اللي كانت دارته الولايات المتحده الامريكيه يعني في اواخر الحرب العالميه الثانيه. داك الانزال اللي كانت دارته الولايات المتحده الأمريكية كانت مثلا دارته في المغرب وفي وهران وفي الجزائر العاصمة، وكانت بدات كتدخل في جميع المستعمرات اللي محسوبة يا إما على بريطانيا وإما على فرنسا إلى غير ذلك. إذا فرنسا الآن على الصعيد الداخلي كاين واحد الاتجاه ديال أنه السياسة الداخلية غدت للأسف مزيد من الضغط على الجاليات المسلمة. وبهذه المناسبة كان نادي بأنه بالنسبة للدولة المغربية خاصها تفكر في شكل من الأشكال ديال المساندة ديال هذه الجالية المسلمة فيما يخص الجانب ديال الممارسات الدينية والممارسات الإسلام ديالهم، لأن هذوك راهم كيتعتبروا بأنهم بنات كيبنيو جزء من فرنسا. ثم كذلك على الصعيد الخارجي نتوقع بأنه فرنسا لاحقا غادا تبدا تطالب بالاستقلال في الوجود ديالها على الضغوط الامريكيه، وغادا تبدا تطالب بالحنين الى الماضي وبالعوده الى المجد ديالها والامبراطوريه ديالها على الشكل الطريقه اللي كانت جابتها الثوره الفرنسيه. كيف ما كانت ظهرت الثوره الفرنسيه كانت الاعمده ديالها كيف كنعرفوا بانها محاربه الاديان، وكانت الاعمده ديالها كذلك البحث على منافذ خارجيه للتوسع اللي كيتسمى داك الامتلاء المجال الحيوي. هذا هو اللي غدا تحاول من جديد ان فرنسا تبل يعني في العهد ديال ماكرون انها تطبقه. يعني كنتاسفوا لما يقع ما تعانيه الجاليه المسلمه، لانه كاين واحد الكيل بمكيالين. ما معنى انه تشن حرب على الاسلام وتشن حرب على الرموز الاسلاميه وعلى الحجاب،
وبالمقابل انك انت كتبنا الكاثوليكيه، هذا ما عندها حتى شي معنى. ما معنى انه تشن حرب مثلا على الحجاب وانت كتامن بالكاثوليكيه اللي كتقدس مريم العذراء اللي كتظهر دائما وهي محتجبه؟ يعني هنالك الكيل بمكيالين. ما معنى انه طارد الناس مثلا في اللغه ديالهم ولا في العربيه ولا في القران ولا في الممارسات الاسلاميه وانت كتقول بانه انا يا محايد ما عنديش الحق نتدخل في الاديان، بالعكس كتدخل ضد واحد الديانه معينه. كنتمنى نكون الاخوان والاخوات عطيتهم بعض الافكار اللي ممكن انها توضح. مرحبا بالتعليقات ديالكم، ومرحبا بالملاحظات ديالكم، ومرحبا حتى بالانتقادات ديالكم. واللي ما عجبوش الفيديو او لا شي حاجه يسمح لنا، هذا مجرد اجتهادات شخصيه. دمتم في رعايه الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.